الآن في المنطقة القديمة في العلا اللي كانوا يسموها العلي، يعني اللي كان يسكنها أهل العلا. هذه هي طبعا الآن داخلها مانعين الدخول لأنه في ترميم وفي تجهيزات حتى يتم الانتهاء منها. هذه منطقة العلي كلها البيوت القديمة. طبعا الأستاذ الأخ العلاوي معانا، الأخ محمد، يقول سكننا بيوتنا زالت في جوا منها. هذه منطقة العلي.